ازيك اشرف فجلة، مرحبا بيك في الكاتب. اهلا وسهلا بحضرتك. كلمنا عن الاسم نفسه اشرف فجلة، ممكن الناس تشوفه غريب شويه، مين اللي اختار؟ والله هو ده جه ازاي؟ كنت انا بسجل على قناه دريم، كان هاله سرحان، دكتور هاله سرحان وفيفي عبده، وانا كنت مع عم شعبان في اليوم ده يعني. فقال الاسم ده، فبتقول له بتجيب الحاجات دي منين؟ هل سرحان بتجيب الحاجات دي منين؟ بتجيبها من بره البدل بتاعتك والحاجات دي؟ فقال لا انا معايا صمم الازياء بتاعي اشرف فجله ومعايا هنا بالصدفه. فهو قال الجمله دي في نفس اللقطه دي، فبتقول لي اسمك اشرف فجله هل سرحان؟ قلت له لا مش اسمه اشرف فجله، انا اسمي اشرف كذا. قال لا ما هو في الهرم كذا ومعايا بقى فجله. فقلت لي لا ذوقك حلو وانت مظبط له حاجات كويس وكده يعني. استقبلت خبر موت الفنان شعبان عبد الرحيم؟ انا ذهلت بصراحه، انا ذهلت، لان عايز اقول لك على حاجه، بالرغم ان انا بتعامل مع ناس كتير، ولكن عم شعبان العلاقه بينا كانت غير، مش حد بتعامل معاه زبون او زي لا، انا كنت بخش بيته واوضه النوم بتاعته دي ما كانش اي حد بيخشها، بيبقى في حاجات مرميه هنا ذهب وحاجات وبتاع، فمش اي حد يخش له اوضه النوم دي، فانا اعتبر كنت واحد من البيت. انا كنت بالنسبه لهم واحد من البيت. هنتكلم عن البدايات، يعني بدايتك مع الفنان شعبان عبد الرحيم. والله انا بدايتي، انا كنت، انا طبعا يعني انا من بدايتي بحب اسهر في فنادق واروح اماكن واعمل بيزنس، يعني بسهر وبعمل بيزنس في نفس الوقت. فكنت سهران في احدى الفنادق، فلفت نظري كاركتر لقيته شكله غريب كده ويخطف النظر والناس حباه وملمومه حواليه، فقدمت له نفسي، قلت له انا فلان الفلاني ولو حابب الستايل ده بشكل معين ده رقمي. تاني يوم كلمني وبدانا ان احنا نشتغل، خدت مقاس مره واحده من 20 سنه وانا شغال عليه. اذا زاد شويه بقلل، اذا جسم نزل شويه، فبقى كل ده بيبقى عمليه تدريجيه بالنسبه لشغلي. وبعرف بقى ازاي اديله اللي هو بيحبه، يعني اديته اللي هو بيحبه بالشكل اللي يناسب الموضوع. وفي الاخر احنا وصلنا لايه؟ وصلنا لان شعبان بقى كاركتر. احدث موضه في اوروبا دلوقتي مشجرات، نجوم العالم بتلبس مشجرات. وفي السبعينات في غسان مطر كان بيلبس جواكت مشجره. انزل على الافلام الابيض واسود هتلاقي معظم النجوم كانت بتلبس مشجرات. أيوه. بس جواكت بس. عم شعبان خلف ان هو بقى يلبس البدله كامله. فالمشجرات قديمه. من ايام السبعينات. هل هو كان بيحب النوعيه دي من اللبس قبل ما يتعامل معاك، ولا بدا يهتم بيها اكتر مش عارف يتعامل معاك؟ والله هو كان بيحب المشجرات والحاجات الشاذه في البدايه. مع دخولي انا بدات اضيف له بقى حاجات وادخل الوان في الوان واعمل له ستايلات، لازم كل بدله تختلف عن الثانيه والا هي مش هتشده، لانه عنده اشكال وارقام، فلازم كل بدله يبقى فيها حاجه مختلفه عن اللي هو بيلبسها والا مش هحبها. فمش عايز اقول لك انا اضاف لي حاجات كتير بجانب بقى الشغل والحاجات. في خبرتي ان كان في خامات معينه صعب جدا التعامل معاها انها ما تطلعش بدله ابدا، كنت كانت بتطلع بدله. يعني في خامات صعبه جدا بقى نطلعها بدله، فانا مش عايز اقول لك هو اضاف لي برضو من كتر الشغل في الخامات الصعبه دي ان تطلع في الاخر بدله، فكان ده برضو هو سبب فيه. بتتعامل معاه بقى لك كام سنه بالظبط؟ 20 سنه. 20 سنه. طب دايما البدله بتاعته بتتميز بالغرابه، انت شايف الناس اللي بتقول بدله غريبه؟ اوكي انت صح والناس برضو وجهه نظرها، لكن لما تيجي مثلا تشوف البدله غريبه، طب ما ده كاركتر، ده كاركتر فرض نفسه بقى في شكل، ده كاركتر عم شعبان. يعني مثلا مره صور برنامج لبس بدله كلاسيك عاديه، هو ما يرتاحش نفسيا فيها والناس استغربوا. فعم شعبان احنا وصلنا في الاخر ان هو بقى كاركتر خلاص، هو الحته دي بتاعته. حتى المشجرات لما ظهرت، طب ما هو تامر حسني لبس مشجر، عمرو دياب لبس مشجر، ونجوم كتير لبست مشجر، بس برضه شعبان قبليهم. فقعدت فتره المشجرات تنزل موضه في العالم وما تشتغلش عندنا بسبب ان اللي هيلبس مشجر هيبقى هيقولوا بيقلل شعبان. فشعبان عمل لنفسه كاركتر وحته معينه ما حدش بيخش فيها، واللي هيلبس فيما بعد مشجرات يبقى بيقلل برضه شعبان، فده كاركتر. ايه اغرب بدله طلبها منك؟ والله هو كان في بدلتين كان طالبهم مني وانا كنت دايما ااجل. في بدله كان هو نفسه يقول ان نفسي البس بدله اصفر في احمر، فدي انا كنت دايما ااجلها بس عملتها له وكانت عاجباه جدا، لانه كان طالب لونين، لونين صعبين جدا. عملتها له، كان طالب مني بدله، قال لي انا عايز بدله فيها نور. بدله يبقى فيها فروع نور كده على القصه وعلى الحاجات دي، عملتها له. قعدت فتره برضو وقعدت اشغل دماغي ازاي اعملها له، لكن عملتها له. بجانب ان كان عم شعبان التعاملات معانا بينه وبينه ما كانتش فيها ماديات، يعني ايه؟ عمره ما قلت له انا حسابي قد كده، ولا عمره حاسبني وانا مسكت الفلوس عديتها. دي ما بتحصلش، المفروض انا بقول دي قد كده ولو ادانا اقل اقول له لا،
لكن انا عمري ما حسبني وانا مسكت الفلوس عديتها على طول، اللي بيدوني اخده احطه في جيب، لان في حب ما بيننا وفي عشره، انا بعمل حساب العشره وهو كان دايما في الحته دي. يعني في موقف مثلا كان زعل مني فيه وزعلنا من بعض، بس مش الزعل زعل زعل احنا ممكن يعني ياخد منه جنب او ياخد مني جنب وخلاص. فجيت اتعاملت في الفتره ديت خلال الشهر اللي زعلنا فيه مع بعض، اتعاملت مع محمد رمضان. فمحمد رمضان نزل لي بوست على صفحته الشخصيه قعد يشكر فيها كتير، يعني ان انا ازاي البسك من غير ما اشوفك بالملي. فنزل البوست ومهم اتصل بيا وبارك لي، قال لي كويس ان انت بتعمل خطوات كويسه وانا مبسوط لك وفرحان لك، بس انا زعلان منك وبتاع، انت فين؟ قلت له انا بره. قال لي طب خلاص لما ترجع كلمني. جاني قال لي بص يا اشرف، انا هقول لك على كلمتين، انا مفيش حد هياخد شهرتي ولا حد يعاملك زيي ولا حد هيحبك قدي، فاحنا في عشره ما بيننا، فمهما تتعامل مع اي حد انت شايف ان هو نجم كبير او 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 مش هياخد شهرتي ولا هيتعامل معاك زيي. قلت له استاذ انت صاحب مكان وانت صاحب افضل عليا، وانت مش بالنسبه لي زبون، ده انت الوحيد اللي عندي في كل الناس اللي تطلب بدله الصبح تاخدها بالليل، فانت ما تقارنش باي حد، انت ليك معزه خاصه مهما تزعل مني او انا ازعل منك، لكن انت اللي بتقول عليه انا بنفذه لك. عمرك ما طلبت مني بدله وانا قصرت. يعني مره اتصل بيا الفجر قال لي اشرف انا بكره، كان في رمضان، انا معزوم بكره على الفطار وهعد عليك البسها وامشي. ازاي؟ انا ما اعرفش، وزهقت من كل الحاجات اللي عندي. فعلا اتصل بيا الفجر، قلت له خلاص يا عم شعبان، كنت انا شغال وسهران كنت مضغوط شويه. تاني يوم قام الظهر اتصل بيا اشرف، قلت له ما تقلقش حضر الشوز كذا والحزام كذا وعدي البس من عندي. وفعلا عدى عليا حوالي قبل الفطار بنص ساعه. من هنا من محل هنا ولا من لا كان بيجي لي هنا يستلم، في حاجات بيستلمها وفي حاجات انا بوديها له البيت. وفي حاجات هو يبعتها لي، ابعتها له مع حد يعني. فعلا جاني قبل الفطار بنص ساعه، لبس من عندي وخدها. في برضه موقف برضه من المواقف اللي انا ما بنساهاش، بدله علم مصر دي كررناها اربع مرات. كررناها اربع مرات، اخر مره كانت في الانتخابات بتاع السيسي. قال لي اشرف انا عشان الانتخابات انا عايز بدله علم مصر، بس مش عارف هتطلع ازاي، بس اعملها لي. عايزها بعد بكره. قلت له حاضر. عملت له بدله علم مصر بالتيشيرت عليه النسر. بالظبط. فكان بيشغل دماغي. يعني بيخلي لي دماغي، اصل انا اللي بتطلب مني الكلاسيك المعروف اللي اي حد هيلبسه. فخلاص ده انا ابتكار لكن حاجه بقى فيها فكره تتقابل بالقبول او بالرفض مش مشكله، ما مش كل الناس هتجتمع على حاجه واحده. اوكي. فكنت بتعب ان انا اعمل له حاجه تشده وتخطف النظر. اما بخرج معاه في اي مكان مثلا يعمل لي بيزنس، حاول يعمل لي اي بيزنس مع اي حد وهو يحاسب. مره برضو الله يرحمه الاستاذ سعيد صالح كانوا بيعرضوا مسرحيه على مسرح الفردوس، وانا كنت قاعد معاهم وقال لي تعالى لي هناك في فلان وفلان، تعالى اعمل بيزنس هناك. قلت له حاضر. المهم رحت، راح معرفني الاستاذ سعيد وقال له طرزي شاطر وي وي وي، خد مقاسات لعمك سعيد صالح واعمل له بدله، وكان هو يحاسب. وبرده كنت بسجل معاه برده في دريم، وكنت لابس جاكيت كان يعني مختلف على العين. فرحت المسرح تاني يوم في المسرحيه بتاع دريمي في فاصوليا، فلقيت الاستاذ احمد لبياري بيقول لي انت اشرف؟ قلت له. قال لي طب تعالى عشان الاستاذ عايزك. فانا افتكر نفسي انا داخل لشعبان، لقيته واخدنا الاستاذ سمير. قال لي شعبان جابك منين؟ شعبان جابك ازاي؟ ده انت اللي بغير له الدنيا دي وانت اللي عامل له الحاجات دي كلها. انا عايز اعمل بدله. عملت له فعلا بدله. فجه حاسبني قال لي حسابك كام؟ قلت له يا فندم بتحسبه؟ انا ده شرف لي اتعامل معاك يعني. قال لي لا، قول لي حسابك كام. فقلت له يبقى عشان بس القماش يبقى 6.5. انا قلت الجملتين دول. هو راح مديني 6.5. فانا خدت الفلوس وطلعت فوق المسرح عند عم شعبان. فقلت له ايه؟ قال لي مالك؟ قلت له امر 1 2 3، والناس دي بتشتري من بره كده. قال لي طب ما خدتهمش ليه؟ قلت له مش حقي، مش اخش على العيال بفلوس زي دي، مش حقي. قال لي طب استنى العرض يخلص وننزل له. فعلا العرض خلص ونزلت. قلت له امر 1 2 3. قال لي طب ما قلتش ليه؟ قلت له انا اتفاجئت يا استاذ بصراحه، وبعد انا ما خرجتش من المسرح فالفلوس ايه؟ راح مديني حسابي بزياده واداني 1000 جنيه فوق حساباتي. وكانت الدنيا بقى بتتكلم بقى كلها في المسرح. طبعا هو كان مبسوط جدا ان الراجل اللي بيتعامل معاك راجل محترم وامين. وكان هو فرحان. قال لي انزل بقى الاستاذ سمير، ولو ما ادكش حقك بزياده قول لي بقى وانا اديك بزياده. لان انا حطيته في موقف كويس وشرفته قدام الاستاذ سمير. انت بتتعامل مع فنانين تاني دلوقتي وبتلبس فنانين كتير، شفنا صور محمد رمضان وشفنا دول، برضو علاقتك بيهم ايه؟ والله الاستاذ محمد رمضان حد محترم جدا جدا.
تعامله كويس قوي قوي ومقابلته حلوه جدا، وده يفرق معايا اكتر من اي حاجه تاني، انك تقابلني كويس وتعاملني زي ما انا بقدرك وبجي لك لحد عندك او حابب، او انا اصلا مش هجي لك عشان اعمل معاك بزنس وبس، انا لو مش بحبك انا مش هجي لك. فقابلني مقابله كويسه، اول ما رحت اتعاملت معاك كان اول تعامل قلت له انا فلان الفلاني، وانا كان عندي طموح كان في اليومين بتاع راس السنه برضه، قلت له انا كان عندي طموح وطلب حاجه من ربنا ان انا البس عمرو دياب والبس حضرتك. فدي كانت امنيتي من ربنا، والحمد لله مدير اعمال عمرو كلمني وانا قدام حضرتك دلوقتي، فالحمد لله على بتمنى من ربنا بيدوني. انا لا 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 انا امنيه حياتي اتعامل مع عمرو دياب، حتى لو هركب له زرار في بدله.